السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، تكونوا كلكم بخير وعلى خير، صحه جيده واحوال طيبه. معكم لطيفه بلال كيف العاده. فكره جديده، فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نخدموا فيه دائما في بالفيرور. الفيرور اللي هذا هو وقته البنات، وخصنا نستغلوا هذا الوقت ديالو، الوقت ديال البرد، ونقدروا نوظفوه او نستعملوه في الجلابه ديالنا او القفطان ديالنا او اللبسه اللي كتناسب هذا الجو هذا. انا جبت لكم البنات هاد لي موتيف هادو اللي صوبتهم بالفيرور، اللي تقدوا ديروهم في جلابكم، في الجلابه ديالكم او القفطان او اللبسه اللي خاصه بهاد الوقت اللي موجود فيه هاد الفيرور هذا. في كيف قلت لكم المحل ديال اللي كيبيع لوازم الطرز والخياطه، غادي تلقاو عنده هاد الفيرور هذا في جميع الالوان ديالو البنات. كيف كتشوفوا، خدمت هاد لي موتيف هادو غير بالفيرور. نبداو على بركه الله. انا غنخدم جوج ديال الاشكال، غادي نخدموا ان شاء الله الوريقه الشجر وهاد العين هادي. يلا البنات نبداو على بركه الله. نبداو بهادي سهله شويه، بسم الله. هانتوما كي كتشوفوا البنات درت الرشمه من التحت. غادي نبدا نحيد هاد الورقه هادي. نحاول نشدها بهاد البلاستيكه هادي باش نقدر نتحكم في ورق الجيلاتين. باش غنبدا البنات، غنبدا بليزيستراس في الكحل. انا بغيت ندير الكحل، اختاريت اللون الاسود. نتوما طبعا غتختاروا اللون اللي غادي يناسبكم. غادي ندور على العين، بسم الله. نحاول نثبت هاد لي زيستراس مزيان، نخليهم شي يتقلبوا. نجيب الكونتيلا البنات، نعاون به حتى هو، نوظفو نجي هنا لتحت. هاد الكونتيل هذا البنات راه هضرت لكم عليه في الفيديو اللي سبق. غادي نحاولوا حتى هو ندورو على لي زيستراس. وهذا الكونتيل هذا كيف قلت لكم البنات، تقدوا تعوضوه بالقطن ديال الصم ديال السقلي او لا القطن العادي ديال الخدمه اللي كنخدموا بها الجلالب والقفاطن، يعني الترصال اللي كيسميوه بالترصال او لا المزنزن. يعني تقدوا تعوضوه بهذا الكونتيل هذا الا ما كانش عندكم.
نعاون ديما بهاد الورقة البنات، لأنها كتعاون في كنتحكمو بها في ورق في هاد الورقة ديال الجيلاتين، أنها ما كتلصقش فيها نهائيا. نجي هنا عند الحد ونقطع ونثبت مزيان. دابا البنات اش غندير؟ غادي نحاول ندير واحد العوينه هنايا. انا بغيت نخدم غير بالكحل وبلا جونتي، نشوف حجره اللي غادي تناسبني في الكحل اولا هادي، نديروها في الكحل اولا هاد اللون هذا. هادشي اللي عندي متوفر دابا، هيا البنات غادي نحاول نثبتها هنا في الوسط. هيا غادي ندير، غادي نجي هنايا ونعمرها بهاد السنيده. غادي نحاول نستعمل غير هذا، ولكن حتى ندور الكونتيل على هاد الحجيره هادي. بسم الله، غادي نجرب شويه هنا البنات. تكونوا طبعا وجدتوا الفرور وقطعتوه باللام كيف وريت لكم في الفيديو الخاص بوردات الفرور، ضروري تقطعوها البنات بلا لام وماشي بالمقص باش تحافظوا عليه وما يضيع لكمش. ها هو الفرور البنات، انا وجدته ونقيته دابا غادي نحطو منه، غنحطو فوق لي زيستراس. نجي نعاون بهادي، نشد هنا ولكن الاول البنات غادي نقطع الاول بالمقص هادي كانت هكا. غادي نقطع الفائض ديال ورق الجيلاتين هنا. غادي نجي هنا هاد البلاصه البنات، هنا فين غادي نلصق الفيغور في هاد البلاصه هادي، يعني من الفوق غير زائد. غادي نحيدو ماشي حسن نعمر ونقطع، لا هكا بهاد الطريقه هادي سهله في الاول حتى نقطع البنات عاد نحط الفيغور. هي نجي نقطع واحد شويه منا واحد شويه منا. هادو البنات ما نلوحهمش حتى نسالي الخدمه كلها.
نقيو الفرج ديالنا الاول، عاد نحاولو نحطو هنا. نثبتو مزيان الفرير ديالنا، دابا غنعمرو هنا في الوسط. باش غنعمر البنات غادي نعمر بهاد الزمرد الصغير اللي داير السنيده اللي كيتسمى بسنيده، غادي نعمر بهذا البنات هذا الزمرد الصغير اللي كيتسمى بسنيده. غادي نحاول نعمر هذا الفراغ كله، ولكن غادي نحيد هذا باش ما يلصقليش هنايا. غادي نرد هادي هكا يا البنات، صافي دابا هادي ما غاديش نحتاجها. غادي نحاول نعمر ثم طبعا غادي تعمروا باللون اللي يناسب اللبسه ديالكم. دائما كنقول لكم البنات استعملوا اللون اللي يناسب اللبسه ديالكم. هذه مازال غنحتاجوها، يعني غير غادي نثبتوا بها هذا، لان الا وطينا بصبعنا هكا شوف كي كيلصق في الصباع. من الاحسن نستعملوا هذه البلاستيكه اللي كنحيدوها من فوق ورق الجيلاتين اللي كنخدموا به، دائما نحتفظوا بها حتى نساليوا الخدمه ديالنا كلها. نوطاو مزيان باش يدخل مزيان العقيق. هنا ساليت هذه البنات، نخليوها حتى يشد مزيان هذا العقيق، هذا يشد في ورق الجيلاتين. نحطها جانبا هنايا، البنات ها هو هي الرشمه ديالنا، الموتيف ديالنا ديال العين انا ساليتها هي هذه البنات، وخدمت البنات حتى هذه حتى هذه، واضطريت انني الفيديو البنات غادي نقسمو على جوج لان جا طويل بزاف بزاف. هذا الفيديو هذا البنات غادي نكتفيو بهاد الرشمه هذه بهاد العوينه هذه، وان شاء الله مباشره مور هاد الفيديو غادي نوري لكم كيف خدمت هذه، غادي نخدموها جميع ان شاء الله. غادي نلوح هذا الفيديو ديال هاد الخدمه هذه الاول، ومباشره غنلوح مور هاد الفيديو ديال هاد الخدمه هذه، لان الفيديو جا طويله البنات بزاف بزاف اكثر من 40 دقيقه. كنتمنى الفكره ديال هاد النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم، والفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. وإلا عجبتكم الفكره البنات ما تنساوش ديروا جيم، و
تشاركوا بيناتكم الفيديو وتابوناو عندي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.